بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم وكرمه خير تكريم. الله عز وجل خلق الإنسان بيده سبحانه وتعالى ونفخ فيه من روحه سبحانه وتعالى وأسجد له الملائكة وأخرج إبليس من الجنة بمعصيته وكرم الإنسان بالعلم وسخر له المخلوقات وخلقه في أحسن تقويم فكمله خلقا وأمره أن يتبع النموذج الأمثل لعبادته سبحانه وتعالى وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكمل ذلك الإنسان خلقا. فالله عز وجل كمله خلقا وأمره بما يكمله خلقا، فكان ذلك تبعا لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الإنسان الذي خلقه الله عز وجل فكمله خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم. وما كان لأحد أن يعبد الله عز وجل ويتقرب إلى الله عز وجل إلا بما فرضه الله عز وجل عليه تبعا لمنهج وسنة رسول الله عز وجل. فهذا هو المنهج الذي يكمل ذلك الإنسان ويجعله في خير نموذج أخلاقي، فيضع أثره في الأرض ليري حكمة الله عز وجل لملائكته وخلقه من خلق ذلك الإنسان. فأين أثر ذلك الإنسان في أرضه؟ أثره عندما يكون النموذج الذي رضي الله عز وجل عنه وهو نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك النموذج ممثل في شجرة الإسلام في الإنسان. فما هي شجرة الإسلام في الإنسان؟ فهيا معا نتعرف عليها. الإسلام في الإنسان كالشجرة، الشجرة لها جذور وساق وفروع وثمار. إن صلح الجذر صلحت الساق، صلحت الفروع، أثمرت وانتفعت ونفعت. وإذا فسد الجذر فسدت الساق، وإذا فسدت الساق فسدت الفروع ففسدت الثمار. شجرة الإنسان، الإنسان كالشجر له جذور وساق وفروع وثمار. جذر الإنسان قلبه، وساق الإنسان عمود الإنسان عقله، وفروعه جوارحه، وثماره أعماله وأخلاقه. جذر الإنسان قلبه، قلبه إن صلح صلح الجسد كله، وقلبه إن فسد فسد الجسد كله. وعقله عماد الإنسان، إن سقط وغاب غاب معه، وإن استيقظ عقله قام وقام معه وارتفع وعلى شأنه. وجوارح الإنسان هي فروع شجر الإنسان، بها يعمل ويثمر، وبغيرها لم تكن له أفعال. وإن كان له جسر صالح وساق صالحة، وإن كان له فروع لا تنبت ولا تعمل فلن تثمر. شجرة الإسلام في الإنسان، الإسلام كالشجر في الإنسان. جذر الإسلام في الإنسان قلب الإنسان، وساق الإسلام في الإنسان عقله، وفروع الإسلام في الإنسان جوارحه، وثمار الإسلام في الإنسان أخلاقه ونفعه لنفسه وغيره. جذور الإسلام في الإنسان هو لا إله إلا الله،
هو الإيمان بالله عز وجل، هو كلمة لا إله إلا الله بمقتضاها بمعانيها المتعدية ومعانيها التي تشمل كل معاني الإسلام والإيمان. وأما عناد شجرة الإسلام في الإنسان فهي الصلاة. الصلاة عماد الإسلام في الإنسان، وهي ساق شجرة الإسلام في ذلك الإنسان. أما بالنسبة لفروع هذه الشجرة هي جوارح الإسلام في الإنسان، ولكن ذلك الإنسان له عبادات يفعلها بهذه الجوارح، والعبادات نوعان: عبادات بالجوارح يظهر أثرها على القلب، وعبادات بالقلب يظهر أثرها على الجوارح. أما الثمار فهي نفع الإنسان لنفسه ولغيره، فهي أخلاقه، أخلاقه في أرضه، أن يكون القرآن يمشي على الأرض، أن يكون خلقه القرآن. أصل الشجرة، أصل الشجرة بذرة، بذرة في قلب غيبات الأرض، يسقيها داعي الخير من الغيث الهدى والعلم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحيا الأرض وتثمر بشجرة الإسلام. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فأخذ الصحابة يفكروا ما هي هذه الشجرة، فبعض الصحابة فكروا فوقع في أنفسهم أنها شجرة البوادي، فوقع عند سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ظن أنها النخلة، ولكن لم يحدث بها فسكت. فقالوا: ما هي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النخلة. وهذا مثال يبين لنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مثل الإنسان المسلم مثل الشجرة، وأن الشجرة شجرة الإسلام أصلها ثابت بالإيمان، وفروعها في السماء لأن لها ساق عالية مرتفعة وهي الصلاة ثم العبادات، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، فنفعها دائم لا يغيب، لا يسقط ورقها. وهذا هو الإنسان المسلم، نفعه لا ينقطع ولا يتوقف، فهو دائم النفع لنفسه ولغيره ولأرضه ولمجتمعه. الإنسان المسلم كالشجرة، وليس كأي شجرة، ولكن كالنخلة، ثابت يقاوم الرياح، يقاوم الشهوات، ويقاوم الشبهات، ويقاوم الأمواج، ولكنه ثابت بأصل ثابت بأصل الإيمان، فرعه في السماء، دائم النفع إلى الناس. هذا هو الإنسان المسلم. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر، أهم شيء وعموده وذروة سنامه أعلى ما فيه؟ أما رأس الأمر الإسلام، فمن أسلم سلم، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وهذا بيان أن الإنسان المسلم كالبنيان، كبنيان الشجرة، جذور وساق وفروع وثمار،
فجذوره القواعد وساقه عمود البنيان، عماد الشجرة، عماد البنيان، وزروة سلامه وأعلى ما فيه هي سقف البنيان، هي سقف الإسلام، وهي الجهاد في سبيل الله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة، قطعة لحم، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا بيان لأهمية القلب للإنسان، وأهمية القواعد للبنيان، وأهمية الجذور للشجر. فإذا اهتمينا بجذور الإنسان وقواعد البنيان والقلب فقد صلح الجسد كله، وصلح البنيان، وصلحت الشجر، فصلحت الثمار. شجرة الإنسان المسلم، شجرة الإسلام في الإنسان، كيف نسقيها ونرويها؟ وماذا إن لم نسقيها ولم نرويها؟ ماتت. فكيف نحييها؟ نحييها بالغيث الذي يحييها. فما هو الغيث؟ الغيث كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا نزل على الأرض فكان منها، ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أصناف الأرض. فما هي الأرض؟ الأرض هي القلب الذي يستغيث بما يحييه. فماذا يحييه؟ وما هو الغيث؟ الغيث هو الهدى والعلم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المرء جسد وقلبه، إحساس، معنى، شعور. فالله عز وجل يحول بين الجسد وبين القلب. فما الذي يحيي القلب ويحيي الجسد؟ فصلاح الجسد في صلاح القلب، وصلاح القلب في الغيث، والغيث هو الهدى والعلم، والهدى والعلم هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وفيهما الحياة. فالحياة في طاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. شجرة الإسلام في الإنسان، ما هي ثمارها؟ ما ثمار شجرة الإسلام؟ ثمار شجرة الإسلام هي أثر الأفعال في الأرض، هي الأخلاق، هي زينة الأرض، هي زينة الأرض التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان، خلقه ليثمر بأفعاله وأخلاقه، بأخلاق الإنسان في الأرض. عندما أرادت السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أن تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبماذا قالت؟ لم تجد رضي الله عنها وارضاها إلا أن قالت: كان قرآنا يمشي على الأرض. القرآن هذه هي الكلمات. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم بحركته في أرض الله عز وجل، كان هو الأفعال، كان هو أثر القرآن في الأرض بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. فقالت رضي الله عنها وأرضاها: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. وختاما، فقد كانت تبصرة وتذكرة تعلمناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتعبد بها لله عز وجل إيمانا به سبحانه وتعالى،
واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم واحتسابا للأجر عنده عز وجل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرئ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع. فلا تجعل ذلك الحديث ولا غيره يتوقف عندك، اجعل كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يتعداك إلى غيرك، فرب مبلغ أوعى من سامع.